اللي خاسره في الاول حيت محراب يديرو راه مات ما تصحح صافي مشى نهار مثلا درت داك العمل كان فينيتك الناس تاش الناس ما داروا لك والو داكشي داز كاع ما والفلوس مشاو وداكشي والزرده دازت والناس كلوا وشربوا داكشي وداكشي ما دار لك والو ما طلع داكشي داك اللي قوي ما مشى لديك البلاصه اللي بغيت نتايا قلتوها في سبيل الله قلبوها كاع حنا في سبيل الله هاد الصدقه الله يقبلها الصدقه طلعت مع الطعام ودازت كلها طلعت ولا هبطت يعني العمل حيت تبغي ديرو خصك تنويه حيت تبغي دير الامام احمد رضي الله عنه ورحمه دار واحد العباره زوينه سهله زعما باش دغيا تقاد هذاك الشيء قال لك عرض لي بدير شي عمل كيف ما بغى يكون نوعه اي عمل بديرو خرج منه انت والناس خرج منه انت والناس باش يزيان باش يقبلوا الله عاخرج راه غير خسروا انت ولا الناس هادوك واحد في هادوك غير انت في امور الدنيا تبغي بيجي حاجه ديال الدنيا انت خرج من شغلك ديال الدنيا كامل انت غادي تبغي انت فعلا لاش بغيت هاك العمل بغيتو ليك انت ولكن ليه خرج منه انت هنا خرج منه المسائل ديالك ديال الدنيا كامله ما تقول هذاك العمل بغيت فيه شي حاجه ديال الدنيا لا خرج منه انت وخرج منه الناس كامل البشر الكبار والصغار والعيالات والرجال كل شيء خرج كل شيء البشر عايخرج البشر كامل من اي عمل هو راه لله هذاك شكون اللي بقى يهد لي تما بقى الله صافي هذه سهله الامام احمد دار لنا هذا البلان هذا زوين قال لك خرج كل شيء وسد عليه برا وخلي العمل بوحدو ليك انت ليه ماشي هنا ماشي ندير كندير العمل ليا نيت انا ولكن بيتو لهنا بيت شي حاجه من هنا واحد عامين ولا ثلاث سنين ولا خصك بيتو ليك انت ليه في الاخره صافي ما هنا لا ما بيت فيه والو في الدنيا ما بيت حتى حاجه في الدنيا فيه قولها يا ربي قولها بيك مع الله وخرج البشر كامل حيت الا ما خسرتو انت ولا الناس الا ما خسرتو انت ولا الناس ما كان لي يخسروا ما عمرو يخسر زوينه هاد العباره هاك سهله خرج منه انت والناس دير العمل هكاك صافي دير العمل ما فيه الناس ما اي حاجه فيها الناس لا البشر كله حيدو وانت حيد قول هاد العمل بيطول سيدي ربي الاخره يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم صحيح اما الا بقى لك شي واحد لداخل الا سدت على شي واحد لداخل يخسر لك الشغل وباغي يحل الاخرين عيطقوا عليه ويحليهم حيت عندك المخار في الدار عندك المصيبه في الداخل اذا هذا هو قال لك اي عمل درتو خرج منه انت وعباد الله وصافي هاك الساعه راه ولا لله اييه اما يا زلمه دخلوا ليه الناس راه صافي خسرت وقلنا ديك البارح واول البارح قلنا اي واحد دار شي عمل لغير الله راه ماشي غادي كيبطل ليه ماشي غير كيبطل ليه صافي ماشي عا كيبطل ليه العمل لا كيولي هو متابع العمل مشى وهو متابع غيخلص غيتعذب عند الله سبحانه وتعالى الان قال لك من الاشياء اللي كتدل على الاخلاص واللي كتعاونك في الاخلاص اشن هي الصفات والمسائل اللي خصك تشد بهم والطريق معاش تدوز باش يكون فيك الاخلاص اول حاجه قال لك خصك تسخط على النفس ديالك خصك تعرف باللي انت هز شي حاجه لداخل ديالك سميتها النفس وهذيك النفس عدوتك كتامرك بالسوء وديك لجهنم وتهدم لك الاعمال وتخسرك مع الناس ومع الله وتخسر لك الدنيا والاخره هذيك معاك كاينه هذيك النفس داك حديث النفس عرفت شنو هي ديك النفس هي ديك
النفس راه كيقولوها الناس، كيقول لي فيه النفس قال لي كذا وهو يدير لي كذا واسميتو الدبز معاه ودار ليه وكذا ومشى سد عليه ودار ليه وزيرو فيه النفس هذاك ما هذيك النفس هذيك هي هذيك هذيك النفس عدوته. اما ذاك اللي هو فيه الاسلام هذيك النفس كيقتلها كيشدها هي اللي كيسد عليها يزيرها عارفها واش عدوته. الرسول صلى الله عليه وسلم حيت جا هذاك الاعرابي وقج الرسول صلى الله عليه وسلم قجه، والرسول صلى الله عليه وسلم كتعرفوا القوه اللي عطاها الله قاد يهزو هكا عايزو فوق صافي ما يهزو صافي ما يوصل رجليه الى الارض ويبقى هزوك ويضرب به الارض صلى الله عليه وسلم. هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما كيغلبوا حتى واحد عليه الصلاه والسلام اكبر مصارع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وجا داك الاعرابي وقج النبي صلى الله عليه وسلم قجو قال ليه اعطيني من المال اللي عندك المال داك الفلوس اللي سد عليهم تمايا زدي الزكوات والصدقات داكشي اللي كيجي كيفرقوا النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء عنده واحد البيت فيه هذوك المسيلات قال لي اعطيني من هذاك الشيء تسد عليه انت تما راه المال ماشي هذاك الشيء ماشي ديال باك ماشي ديال امك. وقجو الرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيه النفس هذيك النفس اللي حنا كنقولوا فيه النفس زعما راه واعر هو هذاك راه مازال كيتسمى ما مربي هذا كيتسمى ما فيه الدين مازال باقي هو ما فيه الدين اللي عاد كينقز. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما فيه النفس يكون فيه النفس يهزوي ولا يقول على سيدنا عمر عا كينحداه سيدنا عمر عا مسلح عا جالس حداه ومسلح وفيه جوج مترو يقول يضرب هذا حيديه راسه كاع صافي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك في وجهه صلى الله عليه وسلم هو قجو هذا كيضحك ليه. شفت هذوك الناس اللي قلنا النفس هذيك النفس هو عارفها واش عدوته مربيه روضها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال لي طلعوا فيه عمروا ليه عمروا لي الشواري ديالو الشواري صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا العلماء والصالحين هكا كانوا هذيك النفس هي اللي خصك انت تخسر معاها ما تنضم صالح مع نفسك مصالح معاها ما تكون بخير حيت هي اللي كتقول لك اصلا دابا حيت كدير شي عمل قلنا درت شي عمل ما شافو حد شكون اللي كيبقى يلغز فيك تقولو قدام الناس هذيك النفس هي اللي تخسروا لك. شكون كيقول لك تخاصم مع الناس نفسك شكون كيقول لك كمل مخدرات نفسك شكون كيقول لك تخاصم مع المراه نفسك شكون اللي خاصمك مع جارك نفسك شكون كيقول لك ما تصدق نفسك شكون كيقول لك كاع على ذوك المصايب الكحلين كاملين وما تمشي عند شي يكون كاع هو عمره ما جا عندك شكون كيقول هاد الهضره نفسه. نعم ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي هذا القران النفس اماره بالسوء فقط تعرف هي الشر السوء. اذا اول حاجه غادي دير الى بتكون مخلص غتشوف مع هذيك النفس هو الاول تشوف معاها تعرف بلي انت هز معاك عدو هزوا معاك ديما فين ما كنت هو معاك عدو يقول لك شكون كاع يكون هذا واش كذا كذا وسميتو خصك تبان ولا كنت فقيه يقول لك خصك تبان هذا داير الدرس وانت خصك تكلم انت اللي خصك دير الدرس هو كاع ما عارف اش يقول هذا انت اللي خصك تكون انت اللي خصك تبان تما وخصك سميتو وما كاع ما يعرف يقرا كاع ما يعرف يدير الدرس كاع ما يعرف يقول هذاك الحديث كاع ما حافظ مزيان كاع ما انت اللي خصك هذا كلشي النفس هذه كلها النفس هذه هذا كلشي عمل الشيطان كامل هذه الهضره ديال ابليس والنفس. اما الصالحين ما يقولوا هذاك هو كيشوف الاخره انت تهضر معاه هو كاع غايب هو كيفكر في الاخره وانت تدخل وتخرج من الهضره تقول ليه هكا ودز هذا ماشي كاع ما هادو بيدير فيه هو. اذا اول حاجه باش يكون فيك الاخلاص خصك تعرف بلي هز معاك واحد العدو خصك تربيه هو نفسك. وكانوا الصالحين كانوا كلهم كيدموا نفوسهم. الشافعي الامام الشافعي هذا الشافعي راه من الجبال ديال العلماء ماشي واحد الجبل جبال ديال العلوم. الشافعي جبال ديال العلوم والعباده والطاعه والاستقامه. الشافعي كان يقول هو كان كينظم الشعر كان يقول احب الصالحين ولست منهم أحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة
وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. شفت الصالحين هكا كيهضر على راسه كما قلنا ذاك النهار، ما كاين شي واحد كتلقاه يهضر على راسه كيمجد في نفسه ابدا، حيت ما فيها ما تمجد، هي عدوتك. كاع الناس اللي دخلوا جهنم وغيدخلوا جهنم يوم القيامه كلهم بسبب نفوسهم، كلهم بسبب انفسهم، طاعوا النفس والهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نساوهم يوم الحساب وقعدوا يعبرونا، ما قلت لي وانت قلت لي وعلاش انت كذا وانت قلت لي الله تندير ليكم دابزين في الأرض. نساو الحساب يوم الحساب، اتبع الهوى، شوف واش خدام ليك لهيه، ما تشوف واش خدام ليك هنا. قال أبو أيوب السختياني، قال إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. قال لك إلا ذكروا الصالحين أنا ماشي منهم، أنا خارج على دائرة الصالحين، أنا من سوى من صلح. هذا من الناس اللي كي يقوموا الليل وصوموا النهار وعالم. إذا هذو العلماء كيقولوا هكا وقائمين صائمين، وحنا ما دايرين حتى حاجة في هالشيء، ما عندنا كاع هادشي وما عرفوا ليه وكاع ما مسالين ليه كاع ما ياك. ونقول لك الانسان انا راه كذا سميتو وراضي على راسه، قال لك وفرحان براسه، فرحان راضي على نفسه، راضي بداك الشيء اللي كيدير، راضي واخا يصلي الظهر مع العصر والعشاء مع مع عرفتي متى وسميتو خوض ويهضر ويمشي للقهوه ويجلس ويهضر الناس، يبدا الناس من طرف كاملين الناس يهضر فيهم اليوم وغدا، اليوم وغدا وقاعد يدوز منهم كل شيء والليل ويفرق الشواهد، يفرق على الناس هذاك منافق وهذاك كذاب وهذاك كذا وهذاك هذا، الشواهد عنده والاحكام حاكم يحكم هو، كل شيء عنده، يدوز من المصائب لك حلا كاملين في 24 ساعه، هو راضي على نفسه مرتاح عاجبه راسه. القضيه خايبه بزاف، ما ترضى على نفسك، تسخط على نفسك، نفسك راه ما بغات لك الحاجه اللي مزيانه ابدا. شوف هي واش تخليك تقرا القران بعدا كاع نفسك باش تفهمها مزيان، واخا تجلس في القهوه 4 سوايع ما عندك غرض، واخا تجلس 4 سوايع مرتاح ياك، ما مزموت ما والو، وتفرج الماتش ساعتين وجيعان وعطشان ما عندك مشكل. ولكن في الجامع الزيار سربي حيد اركع طلع هبط زل بلا السلام عليكم سب هي اللي يخرج ليه، لا باس تلقاه ريح دروك صافي ما كاين مشكل، تما بقى يدير الحساب الى يمكن يطلع الطوب يبقى مجمع ساعتين يمشي للقهوه يجلس 3 سوايع في ما مشاو كان راه مزيان عيش جامعو وبلا كاع الجامع، يسد المصحف عتز المصحف، الى كنت الى كان فيك زعما الايمان عتز المصحف بدا تحسب معاك في شي بلاصه اخرى، ما تحسب معاك نفسك، ما تحسب معاك الدقائق، عتز المصحف بدا تحسب معاك، تقرا شوي ودير كف المكانه عاد بحدك، هذا بار 10 دقائق وانا كنقرا ربع ساعه تبدا تحسب معاك كاع المسائل ديال الخير تحسب معاك، والصدقه تحسب معاك، وانت عطيت لي كذا وعطيت كذا وديك النهار عطيت كذا وعطيت كذا دابا تبارك الله وصلت كذا وكذا تحسب معاك، وفي الدنيا كتحسب معاك شغل المسائل ديال الدنيا اللي غادي على داكشي اللي كيمشي عاف الخوال الخاوي تحسبو، لا ما كتحسبو معاك نفسك. ها باش تفهم الكلام ديال الفقيه واش صحيح، داكشي اللي قلنا صحيح، يعني ماشي على الهضره صحيح داكشي، حيت عاد دخل لدار طريق الله ودير معاك 60 الا دخلت ليها، الا كنت مدمر وغلبتها ودخلت عاد دخل وتزيد تحسب معاك، وراه ربع ساعه الفقيه تعطل راه لا دان معاه سميتو وزيد ربع ساعه خصك ساعه زرين خصك صافي طول تحسب معاك، غير تخرج من الجامع ما تحسب معاك، ما تلي الحساب ما كاين، والفلوس كما قلت لك في سبيل الله تحسب معاك، في شي حاجه اخرى ما تحسب معاك، وهكذا. اذا انت عندك عدو في الداخل كاملين شي ماشي انت، راه حنا هذا كلشي البشر هكا كاملين، هذا الشيء كاملين حنا هكا، معناه انا بغيت نجيب غير الدليل ليكم باش تقتنع باللي انت هز عدو الداخل، خصك تعرف باللي كاين عندك باش تقاتل معاه،
باش تكافح معاه لعلك تهزمو، حيت الا ما هزمتو الا هزمتو غير يهزمك ولا هزمك النار والعياذ بالله. لان ربي قال ولا تتبعي الهوى، لا تتبع النفس ديالك فيضلك، راه اللي تبع الهوى غيضل عن سبيل الله، واللي ضل عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذه اول حاجه يديرها الانسان الا بغى الاخلاص، الا بغى الاخلاص يكون مخلص، سخط على النفس ديالك، عرف بلي عدوتك ما بات لك الخير، هي بات تخاصم مع الناس كاملين وتحكم على الناس كاملين انت، وكل شيء يكون ديالك انت، البلاد كامله تكون ديالك، ولا شد هذه البلاد تقول لك خصك تشد البلاد الاخرى اللي هي حتى هي ما تشبع، وقد لي عندك تقول لك خصك تزيد. هذه النفس، نفس الانسان هي هكا هكا دايره. نعم، فاذا اول حاجه غدير لها بتربح سخط عليها واعرفها على حقيقتها، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. الامر الاخر، المساله الثانيه، هو قال لك ما تديها في المدح ديال الناس، ما يكون همك المدح ديال الناس، ما يكون الهم ديالك هو يمدحوك الناس في اي حاجه، اي عمل تسعى باش يمدحوك الناس، لا، المدح ديال الناس سد عليه، ما عندك ما دير به. نعم، الا تغتر بمدح الناس، لان قال لك المدح ديال الناس، علاش كيبغيو الناس يمدحوهم؟ طامعين في داكشي اللي عندهم. قال لك انت علاش كتبغي تحوز الرضا ديال الناس؟ تبغي الناس يرضاو عليك، كيكون السبب ديالها هو الطمع، طامع شي حاجه عندهم. اما الا كانوا ما عندهم والو، الناس ما عندهم ما يعطيوك، ما عندهم في والو، انت ما بغيت منهم والو، ما يهمك مدحو ولا دمو، ما عندك غرض. ولكن اللي هو حريص، اللي كيحرص على باش يمدحوه الناس، اذا عنده شي مصلحه عند فيهم عند الناس. قال لك اسيدي، قال لك اجي ندير لك العقل، بحال قال لك العلماء اجي ندير عقلك، قال لك راه كاع داكشي اللي انت كتوهم مع راسك كاين عند الناس، هو راه كاين عند الله، راه ماشي عند الناس، الناس ما عندهم والو. قال لك الناس ما عندهم والو، ما عندهم ما يعطيوك، ما عندهم ما يقلعوا لك، الا كاع رضوا عليك وكاع مدحوك ما عندهم ما يديروا لك. اسمع اسمع، وان اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ما عندهم ما يديروا لك الا داكشي اللي بغى لك الله. وان اجتمعوا الى ذمك، ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اذا هذه القضيه للناس ها حيدا بالك، ما عندهم ما يعطيوك، ما عندهم ما يقلعوا لك، اذا علاش انت حريص عليهم باش هما يعطيوك اسميتو؟ ما يعني ما تحاول دير الاعمال، دير الاعمال باش ترضي الناس، لا، دير الاعمال لله سبحانه وتعالى، صلي لله، صوم لله، طعم لله، دي الصدقه لله، اعطي لله، كل شيء لله، لله سبحانه وتعالى، ماشي للناس. نعم. قال لك الحاجه الاخرى اللي تسهل عليك تزهد في المدح ديال الناس، تزهد فيه، ما تسناهم يشكروك ويذكروك بالخير، ما عندك به غرض، ذكره ما يذكر، ما عندك مشكل. قال لك لان حتى واحد ما المدح ديالو زين والدم ديالو شيء، بحث العباره اخرى، قال لك واحد هو اللي الى مدحك ربحت، والى دمك تهلكت، واحد اللي كاين ماشي جوج، واحد هو الله صافي، اللي مدحوا الله الى 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 مدحك الله راه دخلت للجنه، والى ذمك الله راه في جهنم. اما الناس الى مدحوك ما يدير لك والو، يمكن يمدحوك وتمشي لجهنم، ما ينفعك المدح ديالو، ويمكن يدموك انت في الجنه. اذا حتى واحد قال لك المدح ديالو ما يزين بنادم والدم ديالو ما يشين بنادم، ذلك الله وحده لا شريك له. اذا اطلب المدح من الله سبحانه وتعالى، واطلب الله واستقم باش ما يدمك الله سبحانه وتعالى. اما الناس هذاك الشيء ما هني فيه الحال، ما هني فيه الحال. جا واحد الشاعر وكان كينظم الشعر ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ليه اعطيني، حيت هو مرات كيدخل على الملوك وعلى الزعامه وكيقول فيهم كيمدحهم كيمدحهم وكيتهلاو فيه، كيقول ليه انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت، يبدا يمدح فيه. حتى دخل شي واحد على واحد وقال ليه
الشعراء كما قال في القرآن والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الشعراء يقولوا كاين اللي كاينه واللي ما كاينه. دخل شي شاعر على واحد شي ملك وقال ليه ما شئت لا ما شاءت الأقدار، ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول هالواحد بحاله. نعم هما كل الشعراء طامع في ذوك الريالات. شفت النفس فين يمكن توصل بالإنسان؟ النفس دي اللي زنت دي لها بحالها كالله حفظ تيعود يقول كيف المخلوق تيخسر الدنيا والآخرة. فدخل هذا الشاعر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي تهلا فيا. قال لي راه أنا يعني الكلام ديالي الشعر ديالي كي نقوله كي تنشر في البلاد كاملة، كي نقوله كي يطير كي يطيروا به الناس. قال ليه إن مدحي زين وإن ذمي شين. مدحي زين، إلا مدحتك أنا زينتك زين في البلاد كاملة، ولا ولا ذميتك يا لطيف إن من البيان لسحرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم داك الله داك الله. هذه الصفة اللي قلت دابا أنت كاينة عندك هذه كاينة عند الله. هو اللي المدح ديالو زين والدم ديالو شين. أما المخلوق ما عنده هذه القضية أنه يمدح ويدم، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان قال لك يخاف من الشهرة، الإنسان يخاف من الشهرة، دور الهضرة ديال كذا أنت كدير كذا درت كذا. الإنسان من علامة الإخلاص أنه ما يبغيش هذاك الشيء، يبغيش الحاجة اللي فيها الهضرة، فيها الهضرة وباينة ومفضوحة كيحاول يهرب منها. هذه من علامات الإخلاص أن يخاف من الشهرة. وقالوا العلماء كلهم قال أحد العلماء قال ما أدركت عالما لا حذر من الشهرة، إلا كي يحذر الناس يحذر الناس من الشهرة. ما تشهر أنت بالصيام يعود يقول فلان ديما صايم، ولا تشهر بالصدقة، ولا تشهر بشيء، حاول تخفي حاول تخفي المسائل. نعم لأن الحاجة كما قلنا البارح اللي شافوها الناس راه هي ما تتعول عليها، البركة ديالها قليلة ويمكن ما تنفع مولاها في الآخرة. كذلك من علامة الإخلاص أن الإنسان قال لك هو سوى إلى درتو من علامة المخلص إلى درتو قائد درتو قائد يخدم، ولا حيت لي هذيك تقية دي ترضيتو على رضيتو على تحت يخدم عادي، ماشي يغضب ويسخط ويقول لا أنا كنت كذا وعلاش تحيدني وأنا. هو عارف ليش خدام، احنا خدامين لله سبحانه وتعالى. درتو قائد جيش خدام في قائد جيش يسوق الجيش، رضيتو جندي حيت لي هذيك القيادة رضيتو جندي خدام. كما ترى سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا خالد بن الوليد عرفوا فتح العراق والشام سيدنا خالد بن الوليد كان الى الذكر خالد بن الوليد كي الفرس والروم كيترعدوا الفرس والروم، هو اللي طيح الامبراطوريات ديالهم سيدنا خالد بن الوليد، هو اللي نشر العراق الاسلام في العراق وهذه ايران هذه المصيبه ايران هو اللي فتحها سيدنا خالد. نعم والشام دابا راه يرجعوها مجوسيه لان هذا اللي سميتو ترجع مجوسيه قبل كما هي كانت قبل سيدنا خالد بن الوليد. ف بعد هذا انتشر وسط الناس باللي راه الجيش اللي صايبو خالد بن الوليد ما كيتهزم، لانه عمره ما تهزم في معركه سيدنا خالد بن الوليد عمره ما دخل شي معركه وتهزم فيها قط. سيدنا عمر ملي شاف هذه القضيه الناس بيعتقدوا باللي راه خالد بن الوليد القضيه كاينه عنده، هو عنده شي سر ولا عنده شي حاجه ولا يعني الناس مثلا غيوحدوا الله غيعودوا تبعين خالد بن الوليد وغادي يمكن يوقع شي مشكل لخالد بن الوليد يغتر بنفسه ولا شي حاجه ولا، والناس تما يعتقدوا فيه باللي هو اللي عنده النصر خالد ويخليهم الله سبحانه وتعالى ويرجع لهم داكشي بالهزيمه. يعني سيدنا عمر راعى هادشي كلشي، واش دار صفة سيدنا خالد بن الوليد؟ قال لي حيد من القيادة على بالك، عزلتك من المنصب ديالك، عزلوا من قيادة الجيش وعزلوا من سميتو من قيسارية كان الأمير ديال يعني حد واحد المنطقة في الشام. قال لي حيد من هذاك الشيء كلشي وتعال المدينة. وجات الرسالة ديال أمير المؤمنين وقراها وطواها وقال لهم السلام عليكم ومشى للمدينة وبقى في دارو حتى مات. بقى في دارو حتى مات، ماشي كل شيء واحد اخر باغي الشهره وباغي واحد قد حازها حاز الشهره
ما يمتثلش الكلام ديال امير المؤمنين، يقود الجيش ويقاتل وكذا وما يديها فيه كاع، ولكن لا، حيت هو كيقاتل لله، بغى الاجر من الله، وقال ربي اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم. قال ليه الامير ديالو، قال امير المؤمنين تعالى، قال ليه صافي سمعنا وطاعه، وحط السيف ديالو وجا، مع انه لا يهزم في معركه. هذا كيدل على انه مخلص خدام لله. نهار طلقتني راه خدمت، وملي بقيت يقعد قعد صافي. اما الا كنت خدام عند راسي لا، راه ما تقدرش تصنت ليك انا. من نهار نكون انا قائد راه ندير لك المصايب، ندير لك باش قلت لك انت ونستولى انا على الخلافه، كما ولات الامور بعد ذلك. حيت ما حيد الاخلاص، ملي حيد الاخلاص نعم. اذا قال لك هكا من صفات المخلص، هو فين ما درتو خدام، درتو رايس خدام، درتو عضو خدام، كاين تعاود عشط لينا هنا سميتو يقول لك الله يسخر ما كاين مشكل ياك فيها لاجر، يقول لك صافي هو راه كان رايس يا امس، ما يقول لك لا راه ما علاش انا حيدتني كذا. هذا هو هذا علامه على الاخلاص، علامه على انه مخلص. نكمل ان شاء الله تعالى باش ما نطولوا عليكم، نكملوا غدا بحول الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله عز وجل. بعض الناس كيسولوا على زكاة، على الفدية، راه الفدية ديال الصائم شحال القيمة ديالها؟ 5 دراهم فما فوق، 5 دراهم للفوق صافي كافي، اللي عطى 5 دراهم للفوق ما كاين مشكل. الفدية ديال الانسان اللي مريض، وقضية أخرى راه يمكن لك تجمع، راه يمكن لك تجمع هذيك الفدية، تجمع 6 أيام 10 أيام وتعطيها تدوز في رمضان، أولا تخليها كاع حتى لشوال، ما كاين حتى مشكل، حتى كاع يخرج رمضان وخلصها. وأديها ما كاين مشكل، القيمة ديالها ما كاين حتى مشكل في هذه المسألة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.